أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو فيديو وصف الوحدة الثالثة. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذه الأيام. كونوا معي. النتاجات العامة، يتوقع منك عزيزي الطالب بعد دراسة هذه الوحدة والقيام بالواجبات والأنشطة الواردة فيها أن تكون قادراً على أن تتعرف دور الأردني في الحروب الفرنجية، وأيضاً تتعرف تاريخ مملكة الأيوبيين في الكرك، تطلع على مواقع مختلفة في الشبكة الإنترنت لكتابة التقارير المناسبة للوحدة، توظف الحاسوب في كتابة التقارير والبحوث التي تتعلق بموضوعات الوحدة، تفسر أسباب اختيار العباسيين لمنطقة الحميمة لانطلاق الدعوة العباسية، وأيضاً تتتبع محطات طريق الحج الشامي، تحلل الأحداث التاريخية التي حدثت في الأردن في العصر المملوكي، تحلل النصوص التاريخية الواردة في الوحدة، تقدر دور الأردني في التصدي للأطماع الفرنجية، وتعتز بالعلماء الأردنيين والمراكز العلمية في الأردن. الفصل الأول، يتحدث الفصل الأول عن عهد الخلافة العباسية والأردن، حيث استغل العباسيون حالة الضعف والتفكك التي كانت عليها الدولة الأموية في أواخر عهدها لكسب تأييد كل من كان ناقماً عليها، خاصة العناصر غير العربية من الموالي، حتى استطاع العباسيون عن طريق مراكزهم الرئيسة في خراسان والكوفة والحميمة استغلال الظروف الصعبة التي كانت تمر بها الدولة الأموية في أواخر عهدها والقضاء على بني أمية، وكان ذلك عندما التقى الجيشان الأموي بقيادة مروان بن محمد آخر خلفاء الأسرة الأموية في المشرق، والعباسي بقيادة عبد الله بن علي العباسي في معركة الزاب على نهر دجلة عام 32 و100 للهجرة، التي انتصر فيها الجيش العباسي. سنتطرق إلى أهمية موقع الحميمة للعباسيين، حيث كانت طريقاً للحج والطريق التجاري الذي يربط بين بلاد الشام والحجاز من جهة، والعراق ومصر من جهة أخرى، وأيضاً موقعها المتوسط بين الأقاليم الإسلامية. الفصل الثاني، سنأخذ طريق الحج الشامي وأثره في الأردن بالتفصيل، حيث كان لقافلة الحج الشامي الأثر الأكبر في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأردن، فكانت تنطلق من دمشق إلى الرمثة ثم إلى الفدين في المفرق، وتتجه القافلة بعد ذلك إلى الضليل الواقعة بين الزرقاء والمفرق، ومنها إلى الزرقاء، حيث يقام سوق يحتوي على السلع المختلفة التي تجلب من مدن دمشق وقراها، إذ يتم التبادل التجاري في هذه المحطات، فكان التجار من مدينة عجلون يحضرون السلع إلى مدينة الزرقاء للمتاجرة فيها، وأحياناً تمر قافلة الحج بالأزرق قبل توجهها نحو الزرقاء لوجود الماء فيها. تنطلق قافلة الحج من الزرقاء إلى زيزياء، وفيها أسواق تجارية وبركة لسقي الحجاج، حيث يقيم الحجاج فيها يوماً، أما تجار عمان فيخرجون من عمان للمتاجرة مع الحجاج، ثم يتجه الركب إلى القطراني القطرانة، وفيها بركة ماء وخان، وحولهما يوجد التجار الذين يقدمون للمسافرين ما يحتاجونه من أطعمة وأشربة، وما تحتاجه دوابهم من أعلاف مثل الشعير والتبن، وقد يتجه الحجاج إلى اللجون
وفيها ماء جار، وثم يقصدون الكرك، وفيها يقيمون 4 أيام يقام في أثنائها سوق لهم. تذهب القافلة بعد ذلك إلى وادي الحسا بين الكرك ومعان، فيرد الحجاج ماءها، ومنها يرحلون نحو معان للتزود بالمياه والطعام، ويقام لهم سوق يحتوي على العديد من البضائع والسلع سواء للحجاج أو لرواحلهم، فيغتنم أهالي المنطقة الفرصة للتجارة. ننتقل بعد ذلك إلى الأردن أثناء الحملات الفرنجية. مرحلة السيطرة الفرنجية على الأردن، تعرضت بلاد الشام في أواخر القرن الخامس الهجري 11 الميلادي إلى حملات فرنجية شرسة عدة، إذ استطاعت تلك الحملات احتلال القدس عام 92 و400 للهجرة وتأسيس مملكة بيت المقدس، مستغلة حالة الضعف والصراع السياسي في العالم العربي والإسلامي. وقد أدرك الفرنجة أهمية الأردن الاستراتيجية والاقتصادية لكونهما خط الدفاع لمملكتهم في بيت المقدس ضد غارات القبائل المجاورة لها، لذلك سيطروا عليها وأسسوا فيها قلاعاً حصينة عدة. وقد استمرت الحملات الفرنجية مدة قرنين من الزمن، أي أنها فترة طويلة جداً تصل إلى 200 عام. بعد ذلك سننتقل إلى الأردن في العصرين الأيوبي والمملوكي. بعد أن حرر صلاح الدين الأيوبي قلعة الكرك عام 84 و500 للهجرة من الفرنجة، سلم إمارتها لأخيه الملك العادل نظراً لأهميتها، وشملت مملكة الكرك آنذاك مدينة الكرك والشوبك والبلقاء والسلط، ثم توسعت بعد ذلك لتشمل دمشق وأجزاء من فلسطين وسيناء. هنا سنلاحظ مظاهر اهتمام الأيوبيين بالكرك. اهتم الأيوبيون بمدينة الكرك لأهمية موقعها، فهي حلقة الوصل بين مصر وبلاد الشام، فضلاً عن خصوبة أراضيها. وبالطبع هنا يبين لنا هذا النص أهمية الكرك بالنسبة للأيوبيين. بعدها سننتقل إلى الحياة العلمية في العهد الأيوبي، حيث اهتم الأيوبيون بالعلم والعلماء، فقد كان بلاط الناصر داود يعج بالعلماء والفقهاء والأدباء، إذ كان أديباً وشاعراً يحب العلماء ويجلس إليهم ويجزل لهم العطاء، وقد لازمه عدد كبير من العلماء، منهم الإمام شمس الدين عبد الحميد الخسروشاهي الذي كان عالماً بالطب والحكمة، وتتلمذ له الكثير من علماء الكرك. في الفصل الخامس سننتقل إلى الحياة العلمية والثقافية في الأردن عبر العصور الإسلامية، حيث ازدهرت هذه الحياة في بعض المواقع الأردنية، إذ نسب عدد من العلماء إلى المواقع الأردنية مثل عمان والبلقاء وإيلة، ويعود سبب في ذلك إلى قرب عمان والبلقاء من دمشق، وهذا أسهم بسهولة الاتصال مع علمائها ومحدثيها. أثر موقع إيلة في جعلها حلقة وصل مع علماء مصر والحجاز والشام، عدم وجود حواجز تحول دون تنقل العلماء في العالم الإسلامي في تلك الفترة. أعاد الله أيام العز وأيام الفرح والقوة لوطننا العربي. إلى هنا عزيزي الطالب، أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.